هند شاوش متسابقة تونسية في الراليات الصحراوية، عندي 22 سنة، متعودة نكون سائقة، شاركت في أكبر راليات في العالم، كنت أول امرأة عربية تونسية إفريقية ومغاربية في نقطة وصول في رالي باريس داكار. شاركت في راليات في تونس، في دبي، في المغرب، في داكار كما قلت لكم. المرة هذه باش نكون مساعدة سائق سعاد مقتدري، عندي 18 سنة ما كنتش مساعدة سائقة، لكن اللي يهمني أني نساعدها باش تكون موجودة في السباق، وإن شاء الله نكون موافقين، احنا الفريق النسائي المغاربي الوحيد، وإن شاء الله يا ربي نكون موافقين، واللي يهم أن نكون في نقطة الوصول آمنين، وتكون هي تكسب خبرة تخليها تقدم وغدا تشارك في راليات أكبر وأكبر.